ورجعنا لحضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة. وعشان نبني مجتمع قوي لازم نكون متماسكين, وازاي نكون متماسكين؟ لازم الأسرة تكون متماسكة. عشان ناس كتير قوي الغرب كله دايما لما بيجي يبص لمصر بيبص لمصر على ايه الناس المترابطة دي, ايه الناس اللي في شهر رمضان بتصوم, والناس اللي بتهني بعض في الأعياد, والأسرة المترابطة, يعني حاجات كتيرة قوي بتشغلهم بالذات عننا, يعني عننا. ففكرة ان التماسك موجود, فالوعي لازم كمان يكون زيادة. خلينا نقول تم اطلاق مبادرة الاسرة اولا, واللي بتعمل على كيفية التعامل مع ضغوط الحياة وسبل خلق حالة من التفاهم بين افراد الاسرة الواحدة, وده مهم جدا جدا, لغة الحوار ما بيننا. بيسعدنا يكون معانا دكتورة ماجدة الصياد, وهي صاحبة فكرة مبادرة الأسرة أولا. صباح الخير يا دكتور, ازي حضرتك؟ صباح الخير, وصباح الخير على استوديو 27 كله, لأنكم انتوا كلكم كده فريق عمل ممتع. ربنا يخليكي, ميرسي جدا يا دكتور, وأنا سعيدة جدا أنا مع حضرتك النهاردة, واستمتعت كمان أنا للأسف بلقائنا خارج الاستوديو والهواء, يعني عندنا كلام تاني هنكمل. بس عايز أعرف من حضرتك ونشرح للسادة المشاهدين أكتر فكرة المبادرة, ليه الأسرة أولا, وجات لحضرتك الفكرة منين؟ أولا الحمد لله, أنا بحمد ربنا جدا إن الأسرة أولا لاقت القبول ده عند الناس جدا, لأن في الأول قابلتنا صعوبات كتيرة قوي. وأولا بشكر الإعلام جدا إن هو ألقى الضوء واهتم جدا بيها, لأن اهتمام الإعلام بالأسرة أولا هو اهتمام بمصر كلها فعلا. الأسرة أولا لأن احنا خدنا بالنا إن في مشكلة حقيقية بتمر بيها الأسرة المصرية. الأسرة العربية على العموم, لكن الأسرة المصرية بوجه خاص. اتجاهنا إن احنا نبني الأسرة من الداخل أبدا بأي حال من الأحوال لا يتنافى مع إن احنا بنهتم بالمجتمع ككل. اهتمامنا بالمجتمع العام هو اهتمامنا بالأسرة طبعا. فإحنا فعلا عايزين نبني مجتمع قوي جدا, فلازم نتجه للبنة الأساسية فعلا المكونة لهذا المجتمع. علشان كده كانت لازم تكون الأسرة أولا. أنا ببني دولة قوية, أنا ببني مجتمع قوي, أنا دلوقتي بحضر لحالة تغيير عام شاملة للمجتمع ككل, المجتمع المصري ككل, فلازم تكون الأسرة أولا. المتغيرات يا دكتور اللي حصلت على الأسرة المصرية واللي حضرتك لاحظتيها, وعلشان كده قلتي لأ أنا عايزة أعمل مبادرة الأسرة أولا, تعلمونا منك أنه في حاجة لازم تحصل, في متغيرات حصلت لازم أغيرها. كلنا حاسين بالمتغيرات دي, كلنا شايفين, لكن كلنا ما كانش عندنا الوقت ان احنا نقف ونقول ستوب, احنا دلوقتي هنشوف المشكلة وهندرسها وهنبتدي نعالجها من اول وجديد. كلنا عارفين العلاقات اتغيرت ازاي داخل الأسرة المصرية. ما بقاش الأب اللي بيبني الأسرة علشان يكون هو الرجل المسؤول عنها واللي بيحتويها, وكتير عندنا من الحالات حالات الطلاق, وكتير عندنا من الرجال اللي لا يعملون داخل الأسرة وسايبين المسؤولية على الأم, وكتير عندنا من الأمهات اللي تخلوا عن مسؤولياتهم داخل المنزل وخرجوا للحياة العملية برة وأثبتوا نجاح فيها وهدموا أسر بالفعل. كتير عندنا حالات كتيرة جدا أنا بستشعرها من وجودي كاستشاري أسري, بتعرض كتير للمشاكل الأسرية. لا, لازم يبقى فيه وقفة, لازم يبقى فيه هنا ستوب, لازم نعيد تقييم علاقاتنا داخل الأسرة من جديد. تعالوا نوزع الأدوار ونشوف كل واحد دوره إيه بالظبط, ونشوف إيه السبب الرئيسي اللي وصل الأسرة لهذه الحالة. طب لو فعلا من خلال ملاحظتك ومن خلال حضرتك عادتك مع ناس كتير قوي الاستشارات الأسرية, إيه الأسباب؟ هي أسباب كتيرة قوي, لكن خليني أقول لك إن السبب الحقيقي اللي ورا كل الأسباب دي الناس يعني مش واخده بالها منه خالص. انا عندي ناس تقول لي كتير مشاكل اقتصاديه. انا معاك, اوكي, في مشكله اقتصاديه كبيره. مشاكل نفسيه, في مشاكل نفسيه كتيره. مشاكل اجتماعيه, احنا مش عارفين نعمل علاقات مع بعض, مش عارفين نعمل ترابط مع بعض. طب ايه بقى اللي انت بقى بتقولي خلوا بالكم السبب الرئيسي ورا كل المشاكل دي انتوا مش واخدين بالكم منه؟ ايه السبب الرئيسي؟ السبب الرئيسي هو البعد, كل البعد عن تعاليم الدين. بدأنا نهجره تماما. اوكي, نهجر تعاليم الدين تماما, فما بقتش الأديان السماوية
كلها. كل الأديان السماوية ركن المعاملات فيها. أنا لما بقول تعاليم الدين أنا مش بقول تعاليم الدين الإسلامي فقط، تعاليم كل الكتب السماوية بتنادي في الركن المعاملات. حضرتك قلتيلي حتى 95% من كل الأديان، كل 95% من أي دين سماوي هو الركن المعاملاتي. صحيح. فأنا عندي جزء الشريعة وتطبيق الشريعة ده بياخد 5% من الدين، والركن المعاملاتي الأخلاق. الأخلاق الأخلاق. هل إحنا دلوقتي بنعامل بعض بالأخلاق؟ هل الرجل دلوقتي هو المسؤول؟ هل هو عارف أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا؟ أنت إزاي بتاخد القوامة؟ بتاخدها بما أنفقت، بالقدرة اللي عندك على احتواء الأسرة، بالقدرة النفسية، بالقدرة الروحانية، بالقدرة المادية. فمش أنا لما أجي أنفعل وإنت عارف كويس قوي إن أنا أضعف منك وأقول لك طلقني تقول لي أوكي أنت طالق. ما كانش ربنا أدلك القوامة لو هي المسألة كده، وعارف ربنا كويس قوي إنك أنت مش هتدير ده، ما كانش أدلك القوامة أبدا. أدلك عشان تفكر مليون مرة قبل ما تهدم أسرة. أدلك القدرة عشان تتغير بما فيه صالح الأسرة. الأم فين دورك؟ انت ربيتي ولادك على ايه؟ ربيتيهم على حب المولى عز وجل، ولا ربيتيهم على الخوف من بكره، ولا ربيتيهم على حب الماده، ولا ربيتيهم على الصراع المادي الدنيوي؟ زرعتي فيهم ايه؟ وفكره ان الام كمان اللي بتخلف دي رساله في حد ذاتها، ان انت يكون عندك اولاد انت عندك رساله كبيره جدا. هي تربيه الاولاد دي في حد ذاتها زي ما بيقولوا كده بالانجليزي اتس فول تايم جوب، او يعني شغل يعني عشان بس الناس بتبقى فاكره ان هي عشان اتجوزت وخلفت يبقى كده حياتها انتهت خلاص. وان هي مش هتخرج من سوق العمل، فهي بتعتبر نفسها انها واحده فاشله. بدات مش انتهت. انا كوني ام وخلفت بالفعل الرساله بتاعتي بدات. انا نمره 2، انا بكل خبراتي وشغلي وحياتي وعملي انا نمره 2. وفي امهات بالفعل تناست تماما وجودها في الحياة مقابل إنها تشوف أولادها فعلا سعادة وتوقفهم فعلا على أول خطوات النجاح. صحيح. ودول كتار جدا. أنا بأسفة. الله يهمك يا دكتور، سلامتك ألف سلامة. الله يسلمك. عايزاك يا دكتور كمان حاجة مهمة جدا، المبادرة زي ما حضرتك قلت لقيت نجاح كبير واهتمام كمان كبير من الإعلام، الحضور الأعمار السنية كانت عاملة إزاي؟ اولا الاعمار مفتوحه لان انت بتهتمي بالمقبلين على الزواج علشان تعيدي تاهيلهم، بتهتمي بالمتزوجين حديثا علشان تقولي لهم انتوا بداتوا سي ان كان بدايتكم كان شكلها ايه فاحنا هنكمل صح، بتهتمي قوي بالناس اللي متجوزين بقالهم فتره لان عندهم كم من المشاكل كبير جدا. فالحضور مفتوح وانا بشوف كل الاعمار، بشوف طلبة جامعة، بشوف ناس مقبلين على الزواج، بشوف ناس كبار في السن. انا عايزه احكي لك على واقع حصل. انا عايزه اعرف اكتر المواقف اللي ممكن فعلا ما تنسيهاش في لقائك مع الحضور. لا، من اصعب المواقف واجملها في نفس الوقت ان انا كنت في ندوة في محافظة من المحافظات. هي المبادرة لفت اكتر من محافظة. طبعا. برافو يا دكتور. طبعا. فاحنا في محافظة المنيا. وحصل حاجة، احنا كنا عاملين ندوة وكانت زوجة واقفة بتتكلم عن مشكلة حصلت معاها بالفعل مع جوزها، كانت مشكلة صعبة جدا وهي الست متأثرة قوي. هي في بداية الثلاثينات وبتتكلم عن انها اتجوزت جوزها عن حب كبير قوي وهما الاثنين بيحبوا بعض ومرتبطين ببعض جدا، لكن هي اكتشفت فجأة ان هو متجوز من جارتها زواج عرفي، ومن ساعتها هي حياتها اتدمرت ومش متقبلاه وعايزه تنفصل عنه. وبعدين بتقول لي اعمل ايه؟ فسالتها سؤال واحد بس، بقول لها بتحبيه؟ لسه بتحبيه؟ فسكتت شويه وقالت لي جدا. فقلت لها حبيه واحتويه واغفري له الغلطة اللي عملها، لأنه فعلا انفصل عن الزوجة التانية بمجرد ما عرفت مراته عشان يرجع لمراته. فقلت لها سامحيه واغفري له، ما دمت بتحبيه تمسكي بيه لآخر لحظة في حياتك، لأن أكيد ما دمت أنت بتحبيه هو كمان بيحبك. حصلت مفاجأة غريبة جدا إن إحنا لقينا واحد واقف في آخر القاعة بيسقف. شكرا يا دكتورة، أنا قلت لها كده. كان جوزها وهي ما تعرفش ان هو حاضر الندوه. الله يا دكتور انت دمعتي عشان كل مره بتفتكري موقف. فعايزه اقول لك انك انت ترجعي الكيان لاسره
اجمل شيء ممكن تحسيه طبعا انك انت يجيلك تليفون شكرا ان احنا قابلناكي، شكرا ان كنا معاكي، شكرا ان انت رجعت لنا الحياه تاني. خلي بالك في حاجات كتيره قوي جوه الاسره المصريه، هموم، اسئله، محتاجه اجوبه، محتاجه حد يبقى معاهم حقيقي. صحيح. وفعلي. صحيح. وحد مش بكل غرض ان هو يتصور ويعمل شو اعلامي. صحيح. مش حد كل اعلامه ان انا اظهر، كل اهدافه ان هو يظهر في الاعلام، لا، حد حقيقي ينزل للاسره. الحقوا، دي بيوتنا. صحيح. دي حياتنا. دكتور، بالنسبه كمان لحالات الطلاق المنتشره جدا في جيلنا، وناس كتير قوي ما بتبقاش فاكره انه فالناس كتير قوي فاكره ان الجواز ده حاجه سهله، وانه مش مشكله حتى لو كانت حاجه سهله ان احنا نتجوز ونطلق، المهم نخلف ونجيب عيل والموضوع يخلص وخلصنا، مش مشكله بعد كده. فعايزه حضرتك تديهم روشته كده، بمعنى صح انه الحياه زي ما فيها ابس اند داونز، و تمسكوا بعض شويه وما تخلوش ان القرار ده هو القرار السهل قوي دلوقتي. اول حاجه هسال، وخليهم فعلا يروحوا لاستشارات اسريه ويسالوا كذا حد هي ثقافه جديده على المجتمع المصري، ثقافه جديده. بس ان انا الطلاق عالي قوي يا دكتور. خلي بالك من حاجه، ان انا في كتير جدا من البنات المقبلات على الزواج بتجيني انا صفاتي كذا، واللي متقدم لي كذا، وسنه كذا، وهواياته كذا، احنا هننفع مع بعض ولا لا؟ دي حاجه جميله جدا في المجتمع المصري، ان هو يقول لك انا دلوقتي لازم، انا هروح لازم هعمل مشروع هدرسه كويس قوي. انت مش هتعمل مشروع ممكن يفشل يحتمل المكسب والخساره، انت هتعمل مشروع حياتك، انت هتتجوز، انت هتبني بيت، هتبني اسره، وهيترتب عليه اطفال، انت هتكون السبب في وجودهم. بالظبط. ففكر مليون مره، انا هتجوز ليه؟ هل انا الاب اللي يصلح لاداره الاسره؟ هل انا الام اللي تصلح لاداره الاسره؟ هل عندي كم من التضحيات اقدر اقدمه لاولادي ولاسرتي؟ هل لو تعارض بيتي مع حياتي وشخصيتي ونجاحي وشغلي، هل انا هقدر ادير الامور كما ينبغي ان تدار؟ ولا انا هسيب الدنيا مفتوحه ولا لو تعارض يبقى سلام عليكم، مع السلامه، انا حياتي اهم وشخصيتي اهم؟ لا. صحيح. لو ما عندكيش التضحيه، لو ما عندكيش الحب اللي يحتوي اسرتك، لو ما فكرتيش الف مره ازاي هتدير الاسره دي، ما تقبليش على الخطوه دي. اشكرك يا دكتور، اشكرك. عايزه سؤال سريع بقى جدا، حضرتك لفيتي بالمبادره دي اكتر من محافظه، ايه اكتر المحافظات اللي لقيت من حضرتك ترحيب كبير جدا عن مبادره الاسره؟ اولا عايزه اقول لك كل مكان نزلنا فيه، اولا احنا واجهنا صعوبات في البدايه، ان الناس مش متخيله ان انت حقيقي، انت حاجه حقيقيه. احنا دول لازم هيجوا يقولوا لنا كلمتين وباي باي مع السلامه ومش هنشوفهم تاني. لا، احنا حقيقه، احنا معاكم، احنا بنروح لكم لحد عندكم، احنا بننزل القرى، احنا بنروح المجتمعات المقفوله اللي محدش بيروحها ابدا ولا يدخلها. بنقدر نروح هناك وبنكلم الناس عن قرب، وبنعيد كل مشاكلهم معاهم، وبنبتدي نحط حلول للمشاكل ايا كانت المشاكل دي صعبه. كل المحافظات اللي نزلنا فيها تقريبا لاقت الاسره اولا نجاح كبير جدا. هي يا دكتور، والحمد لله، نحمد ربنا قوي والحمد لله ان ده حصل. الحمد لله. تحت الطبع كمان في ثلاث كتب تعتمد على رصد مواقف وحكايات انسانيه، كلميني عن هذه الاصدارات. الاصدارات دي بعد الحاح شديد جدا من ان لازم يكون احنا زي ما بنشوفك، زي ما بنشوفك لازم نقرا لك، ولازم يبقى في كتيب معانا. انا في حد قال لي من يعني حد من طلبه الجامعه، دكتوره احنا بعد ما بنكون معاكي بشويه بننفصل تماما عن العالم، لكن بعد شويه بيقل التاثير، فعايزين بقى حاجه تبقى في جيبنا، شنطتي. أيوة. يبقى في كتيب. فده فعلا شجعني على ان انا فعلا عملت دلوقتي ثلاث كتب، منها مذكرات استشاري اسري، ودي فيها حكايات لذيذه قوي عن اهم المواقف اللي قابلتني كاستشاري اسري. ممكن انا ما روحتش لاستشاري بس هلاقي حالتي موجوده. بالظبط، تقدر عشان اقدر استفيد. في كتاب تاني برضو بيتكلم عن ان كل ابتسامه انت بتشوفيها ظاهريه، لو انت درستيها كاستشاري هتلاقي وراها الم. اكيد. الابتسامه بتداري الالم، فانا عامله كتاب اسمه بسمه الم. وبسمه الم بيحتوي كل الابتسامات اللي انا قابلتها في حياتي قبل ما اتعمق في دراسه الحاله. بس بيبقوا اقوياء برضو يا دكتور، صح؟ جدا. اللي بيقدر يبتسم وهو متالم انا بحترمه جدا، لان انت بتعكس لي حاله جميله جدا
بتبسم في وجهي وتبسمك في وجه أخيك صدقة، زي ما قال الحبيب عليه الصلاة والسلام. واللي أنا بهني كل الأمة الإسلامية وكل الشعب المصري بمولده عليه الصلاة والسلام، قال لنا تبسمك في وجه أخيك صدقة. وفعلا هي صدقة، لأن أنت وأنت مبتسم وأنت متألم وأنا مش عارف ألمك، أنت الحمد لله بتحافظ على طاقتي أنا، بتحافظ على ابتسامتي أنا، بتحافظ على أعصابي وعلى نفسيتي، فأنت ما بتخلينيش أدخل في المود السيء جدا. وبناشد كل حد في مصر لو سمحتوا خلوا صباحنا صباح جميل قوي. أيوة. زي نهارك ما هو سعيد كده. يا رب يا دكتور. اصبحوا الصبح مبتسمين، هتلاقوا اليوم كله إن شاء الله هيعدي كويس قوي. طيب دكتور طبعا خليني أقولك اسم الكتاب الثالث علشان. أيوة طبعا. أيوة. الكتاب الثالث بيعالج قضايا مهمة جدا، واسمه جرائم الكون في أربعة أحرف. جرائم الكون في أربعة أحرف. جرائم الكون في أربعة أحرف. لا دكتور بقى بصي، أنا مش هسيبك النهاردة يعني، ده مبدئيا. وبعد كده غير كده أنا محتاجة نعمل حلقات عن كل، يعني نعمل حلقات عن كل كتاب إن شاء الله، وتجي لنا كل أسبوع لو ندعو أو كل شهر، عشان مهم إن جدا إن إحنا يبقى نقدر إحنا نساعد الأسرة المصرية. عشان مبادرتك دي حاجة مهمة جدا. قنوات النيل كلها أنا ما بترددش لحظة واحدة إن أنا أكون معاكم في أي وقت. بحب وجودي معاكم لان انتوا فريق عمل ممتع قوي، لان انتوا قنوات موثوق بيها جدا في الاعلام المصري. واللي انا بلوم على الاعلام الخاص، لو سمحتوا ارحمونا من برامج التوك شو، ارحمونا من البرامج المنفره، ارحمونا من كل البرامج اللي بتعمل ضغوط نفسيه على المجتمع. احنا في فتره بناء مهمه جدا، وفي فتره تغيير للافضل. صحيح. فكونوا معانا في اتجاهنا في التغيير للافضل، وده اللي بيخليني اشكر قنوات النيل كلها وانا معاكم في اي وقت. شكرا يا دكتور، ثانك يو فيري ماتش، وبتمنى لك التوفيق. ولازم نقعد نتكلم ونحاول نعمل احنا كمان خطه بقى دلوقتي لحضرتك تكوني موجوده معانا كل شهر او كل اسبوع لو نقدر كمان، ونقدر ان احنا نفيد الاسره المصريه بجد. ان في الاخر زي ما حضرتك قلتي، واحنا داخلين على يعني فتره بناء مهمه جدا جدا، فلازم كلنا نبقى في ايد واحده. إيه ان شاء الله، وانا تحت امركم ومعاكم في اي وقت. وبقول للأسرة المصرية ما تخافوش، ربنا موجود معانا، هنعدي الأزمة اللي موجودة دلوقتي. وأنا هفكركم بقصة نملة سيدنا سليمان وهو قاعد على شط البحر وبيتأمل، وفوجئ بنملة حاطة في بقها أمحاية صغيرة، فقعد يتابع النملة دي رايحة فين، فبدأ يشوف ضفدعة خرجت من المية أخدت النملة والقمحة اللي هي حطاها في بقها ونزلت المية، وبعد شوية تقريبا ساعة خرجت الضفدعة وخرجت النملة على الشط تاني. فطبعا سيدنا سليمان كرب العزة سبحانه وتعالى مديله يعني من الإعجاز ما يتحدث به مع كل خلق الله، فنده النملة وسألها انت كنت فين وعملت ايه، فقالت له في قاع البحر صخرة صماء تسكنها دودة عمياء. فربنا سبحانه وتعالى سخرني بإني أحمل لها رزقها، وسخر الضفدعة في إن إحنا نوصلها لحد عندها. الغلاء مش هيمنع رزقك، ولا كل الأمور الاقتصادية اللي إحنا بنمر بيها دلوقتي هتمنع استقرارنا كأسرة مصرية، بل على العكس تماما، إحنا هنتحدى وهنقاوم وهنخرج من المرحلة دي أقوى ما كنا بكتير إن شاء الله. دكتور ماجدة الصياد صاحبة فكرة مبادرة الأسرة أولا، ورئيس مجلس إدارة جمعية رواد الغد كمان، وكمان استشاري أسري، بشكرك بشكرك بشكرك، وبتمنى لك يوم سعيد قوي قوي. وهنقعد نتكلم حاليا انا اتمنى لكل الشعب المصري يوم سعيد وصباح جميل ان شاء الله، ويوم مشرق، ويوم جمعه دايما متجدد بالابتسامه والامل باذن الله ان شاء الله يا دكتور. فاصل سريع وهنقابلكم مره ثانيه انا واحمد، نعمل لكم سامري كده لذيذ بسرعه كده اللي حصل النهارده في يومنا. اشوفكم بس بعد الفاصل.